وكلما قرأ جاءه نور جديد وجاءته بركة جديدة، لأن القرآن لا نهاية له ولا نهاية لأسراره ولا نهاية لأنواره ولا نهاية لما فيه من علوم لا نهاية لها. الله يقول ذلك: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. ولذلك تروا من فضل الله كل إنسان يقف لكي يتكلم في معنى من المعاني، تراه في بعض الكلمات وفي كثير منها يخالف غيره والمعنى واحد. فلو جاء الخلق جميعا وتكلموا في آية من القرآن لم يستطيعوا أن يحيطوا بمعنى هذه الآية. وهذا يدلنا على أنك كلما أحببت القرآن وكلما قرأت القرآن مع الاستقامة، القرآن لا بد فيه من الاستقامة. قال بعض الصالحين: سألت إلى وكيع سوء حفظي، ربما يكون قالها أحد الأئمة الشافعي، سألت إلى وكيع سوء حفظي وكان من الأئمة وكان على جانب من التقوى ولكن درجات عالية لا ندركها، فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. والإمام مالك يقول: ليس العلم بالرواية، مش العلم كلام وكتابة في الكتب، لا، إنما العلم نور يقذفه الله في قلوب من أحب من عباده. فكما أن للدنيا أهلا يسيرون خلفها ويهرعون وراءها من أجلها، فللقرآن أهل لا يريدون الدنيا. إن جاءهم مدد من الله من غير أن يسألوا فأهلا به، وإلا فهم ليسوا في حاجة إلى الخلق جميعا، إنما حاجتهم إلى الله سبحانه وتعالى. وأنصح أبنائي جميعا وبناتي جميعا بتقوى الله، فلن تدرك الطريق الموصل إلى الله إلا بالتقوى. والتقوى لا تتأتى إلا بمنهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن والسنة الذي جاء بهما رسول الله. فالقرآن نزل عليه صلى الله عليه وسلم ثم قال في السنة: أوتيت القرآن ومثله معه، لأن القرآن جاء مجملا ووضحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم نعمة ومنحة، كما أن القرآن نعمة، رسول الله نعمة، أنعم الله به علينا، يجب علينا أن نحبه. والحب له هو السير على طريقه والاتباع. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وإذا اتبعتموني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وإذا أحبك الله فهنيئا لك، هنيئا لمن أحبه الله.
يتولى الله جميع أعماله، لأن الذي يحبه الله أحبه الله لأنه سلم زمام أمره إلى الله. قال يا رب أنا مسلم، أنا أسلمت لك، أسلمت زمامي لك يا رب. وعندما يكون صادقا في إسلام زمامه لربه يتولاه الله، يدبر الله أمره، يدبر الله رزقه، يدبر الله زواجه، يدبر الله سكنه، يدبر الله وظيفته، يدبر الله عمله، يدبر الله حياته، يدبر الله ذريته، يتولاه الله في جميع شؤونه، لأنها عناية الله. وإذا العناية أدركتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمان. فعلينا أن نحفظ القرآن عن ظهر القلب، ولا تتكاسل وتقول لا أستطيع القراءة والحفظ عن ظهر القلب. سبقك من هو مثلك ومن هو أكبر منك سنا وحفظ القرآن عن ظهر القلب، فكونك لا تحفظ القرآن عن ظهر القلب فأنت كسلان، أنت نائم، أنت لا تقوم الليل، أنت تشغل نفسك بالثقافات العامة التي لا فائدة فيها. هناك ثقافات عامة نتعلمها ونجتمع فيها من أجل المعرفة والتعارف، ولكن هناك ثقافات روحية تقربنا إلى الله وترفعنا إلى الله، لا بد أن نسير عليها، ولا بد أن نحبها، ولا بد أن نصحب الصالحين الطيبين المؤمنين من عباد الله، لأن طبع الإنسان يسرق، فإذا صاحب الصالحين كان صالحا، وإذا صاحب المفسدين كان مفسدا، إلا أن تدركه عناية الله وتكون هناك رعاية من الله سبحانه وتعالى. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله وحافظوا على القرآن وحافظوا على وقتكم. فالإنسان يسأل عن الوقت الذي يضيع، كما يسأل عن شبابه، كما يسأل عن ماله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وإن تك مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فعلينا أن نواظب على القرآن وعلى الحضور والتلقي من الشيوخ الطيبين المؤمنين الذين عملوا بالقرآن وطبقوا القرآن، وعلينا أن نسلك طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونكثر من ذكر الله ومن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نسلك الطريق الوسطي وهو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا لذلك، واجعلنا أهلا لكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا القرآن العظيم تلاوة وحفظا وعملا يا رب العالمين. اللهم احفظنا من فوقنا ومن تحتنا وعن يميننا وعن شمائلنا وفي جميع حركاتنا وسكناتنا، واطلب بنا في جميع أمورنا، ولا تؤاخذنا إن قصرنا أو زدنا أو بدلنا أو نقصنا، فتقبل ذلك منا على التمام والكمال، ولا نغسل إلا وجهك يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.